العالم ده موجود بقوة، طبعا طبعا. خصوصا كمان مع ظهور السوشيال ميديا، فالمواضيع اللي من النوع ده زادت، ومفيش حد في عيلة أي حد ما عندوش حكاية سمعها أو مر بيها ما فيهاش دي. لو اتكلمنا عن خط الصعيد بخط بحري، طبعا فاحنا بنتكلم في موروث شعبي مخيف من ده. فبالعكس انا كنت مطمن جدا، يعني من اول لحظه حماده قال لي الفكره وقالها لي تاني، قلت له انا المدح. قال لي لا لا بس فكر في الاولاني، قلت له فكر. انا المدح. وهم كلهم كانوا ابتدوا يميلوا ناحيه تانية، قلت ايه لهم ايه انا المدح. ايه ايه زي ما بتقولوا التركه اللي شدتك للمداح، ايه الحته؟ انه بره الصندوق، بره الصندوق. برافو. انه في الوقت ده كمان كان عندنا ميزه. احنا كنا متاخرين بس كان عندنا ميزه، تقريبا كنا عارفين ايه اللي بيحصل في السوق، فعارفين انه في انفجارات وفي مطاردات وفي رومانسيات. ده خارج التوقعات، يعني ده كان خارج التوقعات تماما. زائد انه في جانب روحي كده في الموضوع نفسه، واحنا شعب متدين بطبعه، صح يعني بنحب الحاجات دي، احنا بنحب الغيبيات، احنا بنحب نقعد نسمع الحدوتة بتاعت. بنحبوا خبرة فيها، بس عشان طبعا كده صعب تعجبهم في المسلسل. طبعا عملت ايه؟ انت ما هو احنا قدمت خبرة لهم، يعني، مش فاهمين. قدمت لهم الحاجات اللي هم بيسمعوها، وزودت عليها شوية، جسدتها على الشاشة. زودت شوية جزء من الخيال بتاع البعد ده، يعني حاجات ممكن يسمعوها بس اللي مر بيها فئة قليلة، فيها قليلة. زي المنطقة بتاعت بيت الذهب، وازاي موتوا الناس كلها، ازاي هو موتوا، طب هو موتوا، لا هو ما موتوش، التساؤل ده يعني. حتى هو حماده كان انا الان يقول لي طب الناس هيقولوا طب ازاي، اقول له بس مش راح، بس سيب الناس تسال.